كلمة عطاء يعني إيه؟ كلمة عطاء يعني بيدي، وبالتالي هي كلمة مرتبطة بالكرم. والإنسان الطماع والإنسان اللي بيدي بالشح مش ممكن يكون عنده فضيلة عطاء. والحقيقة الغريبة، عشان أنا عجوز عنكم شويتين، يعني أقدر أقول حاجة، أنا شفت المجتمع في الستينات، ما تعوش أنتوا الستينات، بالنسبة لكم ده يعني إيه؟ أيام سفينة نوح، أوكي؟ فأنتوا ما تعرفوش الستينات دي خالص، بس أنا كنت واعي قوي في الستينات، يعني كانت طفولتي اللي ابتديت أوعى فيها واستوعب الستينات. كانت الناس قدراتها المادية وإمكانياتها المادية أقل، يعني إحنا كنا شارع طويل قوي اللي أنا ساكن فيه من شوارع مصر، شارع مثلا ممكن يكون طوله كيلو أو أقل حاجة بسيطة، كان الشارع كله من أوله لآخره ما فيهوش غير عربية واحدة، لكن كلنا ما عندناش عربيات وكلنا بنركب أتوبيسات. شارع بحاله في مصر الجديدة ما فيهوش غير عربية واحدة. النهاردة الناس مش لاقية مكان تركن، والشقة الواحدة ممكن يكون فيها عربية أو عربيتين أو أكتر. بس الحاجة الغريبة اللي أنا فاكرها كويس قوي، إن الكرم عند الناس في الستينات والعطاء في الستينات، بالرغم إن الدنيا كانت قليلة ومحدودة ومستوى دخل الفرد أقل، كان أكتر بكتير من الأيام دي. الأيام دي الصفة اللي طغية على الناس الأنانية والاستحواذ والطمع. في الستينات اللي كان معاه لقمة كان بيقسمها مع جار، وكانت كل البيوت عايشة حياة الشركة، فكانت تيجي الجارة كده تخبط علينا مثلا، تبعت ابنها يكلم أمي يقولها يا طنط الزيت عندنا خلص. صدقوني حتى لو عندنا 3 أزايز وكل إزازة فيها إيراطين، لازم النص يطلع للجار، حتى لو الزيت اللي عندنا ما يكفيناش 3 أيام. وكان معروف عننا إن إحنا في البيت مش غاويين مكيفات خالص، فما نشربش الشاي والقهوة خالص، يعني البيت كده ما نشربش الشاي والقهوة. فالجيران كانت عارفة اللي غاويين شاي إن إحنا ما بنشربش شاي. يوم 15 العمارة كلها تنزل تاخد كياس الشاي من عندنا، بس كان عادي، لأن ممكن إحنا لما نتزنق في سكر هنلاقي، فاهمين حاجة؟ فكان العطاء سمة مميزة. الأجيال اللي طالعة ما تعرفش كده، فالعطاء بيقل، بالرغم من إن العطاء وصية مسيحية وليه شروط.